بموضوع العملاء. يعني حضرتك قلت انه ما منتاجر بالمخدرات، كل هالملفات والمذكرات كلها مركبة، وقصده انه عنده عاطف جرمي باغلب الملفات. عاطف جرمي قصدك انه انت اكيد اخجو. نعم اكيد اخجو، انا ما بتاجر بالمخدرات اكيد اكيد اكيد، وملفاتي كلها مثل هذا الملف، ملف فارغ مقيوم اسم التاجر ومحطوط اسمه، لانه انا زلمي مطلوب. نعم انا زلمي مطلوب، وبيعرفوا عند مخفر حبايش كم ضابط وكم محقق، بيعرفوا انه بيقبضوا لهم كم قرش من التاجر الحقيقي. بس الليله انا ما راح اقبل استاذ نوح ان يتهاجم، يتهاجم مكتب حبايش وقوى الامن الداخلي، او عم يعملوا شغلهم كمان. انا بحكي اللي عندي، انا بحكي اللي عندي، ما عم يعملوا شغلهم. لا انا عندي كتير، انا بتمنى من القضاء هذا اخبار، انا بتمنى، وهي هذا الملف مثل كل الملفات اللي عنوح زعيتر يفتحوها ويشوفوها، كله عطف جرمي، عطف جرمي، وواضحة جدا بانه اسم المجرم مقيوم ومحطوط اسم نوح زعيتر، هذا الشماع اللي قاعد ببعلبك الهرمل وعم ينضحوا على الاعلام بانه هو تاجر مخدرات. وانا طلعت 100 مرة وقلت هيدا الشيء نحن ما بنعمله. نعم. نحن طلبنا بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدامات الطبية. طيب مروان كلوت وعلي عبيمي شو علاقتك فيهم؟ علي عبيمي ومروان كلوت شو علاقتك فيهم؟ يا اخي هيدا هيدي الاسماء اللي عم تقولها بحياتي مش سمعانه، لا بعرفهم ولا بيعرفوني، وهي كلها اكاذيب واضاليل من عند حبيش، وهذا الشيء نحن بنعرفه واكيدين منه، وعم بقول لك خلي القضاء يحقق بهذا الملف وبالملفات اللي مثله، يحققوا مع اللي حققوا بهذا الملف، بيطلع هذا الملف فارط. بس ما هن معترفين، هن معترفين انه بيشتروا من عندك على فخامة الرئيس. هن معترفين. ما بعتقد، ما بعتقد، ما بعتقد، هيدي كلها تفبركات حبايش مبينه وواضحه. يعني تصور نوح زعيتر قاعد بس استاذ نوح اتمنى منك ما نهاجم المخفر حبايش وقوى الامن يلي بيعملوا شغلون ويلقنوا. انا لي 25 سنه مخفر حبايش بيهاجمني وبيحط اسمي وبيقبض مصاري من التجار الحقيقيين، وانا عم بقول لك تحت القضاء. هلا خلي القضاء يحقق بهذا الملف وبكل الملفات اللي مثله وبتنكشف الحقيقه. ومن هون بتوجه لكل شاب وصبي بلبنان الابتعاد عن آفة المخدرات، لأنه نحن أول ناس ضد هيدي الآفة اللي عم تدمر شبابنا وأبنائنا. طيب طلعت على العفو الخاص، بدي رأيك بالعفو الخاص يلي أصدره فخامة رئيس الجمهورية بلارنا يلي هي بالملف يلي انذكرت حضرتك فيه. أنا بالنسبة للعفو الخاص ما انتبهت له، ما عرفت فيه إلا مثل كل الناس عن شو رأيك فيه؟ يعني عن الإزعاد. أول شيء هيدي صلاحيات رئيس الجمهورية. نعم. ورأيي في صلاحيات رئيس الجمهورية أنا معه فيها، وهذا الشيء بيثبت على أنه في عنا بعد حنية وبعد في عنا رأفة للناس. أول شيء البنت اللي عم بيقولوا عنها ما بعرف شو اسمها، ما انتبهت شو اسمها، عمرها 27 سنة إلى سنتين ونص بتهمة ترويج، مثل ما قال المحامي بعتقد من دون ما يكون في عفو لازم تطلع من السجن. وتحياتي لرئيس الجمهورية. حضرتك داعم للعهد، داعم لرئيس الجمهورية، يعني داعم كنت قل له للرئيس ميشيل عون انه نحن مؤمنون بك ومتيقنون انك ستكون عونا لكل من استنصرك او شيء من النوع استنصروك. انا هيدا الرسالة اللي عم تحكيني اياها لرئيس الجمهورية ما زلت عليها، انا داعم للعهد من قبل ما يدعموا اي حدا. نعم. وفي رسالة هلا بدي وجهها لفخامة الرئيس هلا غير الرسالة هديك. تفضل لو سمحت. أتوجه إلى فخامة الرئيس الجمهورية الرئيس ميشيل عون فخامة الجبل، وهو جبل بكل ما للكلمة من معنى، فهو صامد وسيصمد بوجه كل المؤامرات. نعم. والتي تحاك على شعبه وجيشه ومقاومته. نعم. وها هو حاليا يدفع ثمن العزة والعنفوان والكرامة لاحتضانه للمقاومة الأبية التي حققت الانتصارات وحمت لبنان من التهديدات الإسرائيلية. فهو يدفع ثمن المعادلة الذهبية، الشعب والجيش والمقاومة. نحن يا فخامة الرئيس معك. نعم. ونحن أولادك ومع كل الرؤساء الشرفاء الذين يمثلون خط المقاومة للهيمنة الإسرائيلية ضد الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية، وعلى رأسهم الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد. تحية.